وبمناسبة عيد الفطر، نجح عدد من اللاجئين السوريين في تركيا بالعودة إلى بلادهم في إجازة قصيرة تمتد ل45 يوما بعيدا عن المخيمات وغربة الأوطان. وما عيد إلا عيد العودة للأوطان، شهر كريم قارب على الانتهاء. وعلى أعتاب عيد الفطر، حيث بدأ لاجئون سوريون في تركيا العودة إلى ديارهم للاحتفال بالعيد بعد أن منحتهم الحكومة التركية حق العودة بشكل مؤقت. أشهر طويلة حالت بينهم وبين رؤية أصدقائهم وأحبائهم، لذلك تعد هذه هي الفرصة الأولى لهؤلاء اللاجئين للم الشمل، لعلهم يجدون في العودة عوضا عما يكابدون من معاناة خارج مخيمات اللجوء لتغطية نفقاتهم من كلفة الغذاء والإيجار والملبس، والتي تتجاوز دخلهم في العادة. بعد الإعلان عن الفرصة اللي قدمتها الدولة التركية للشعب السوري اللي بنزل على سوريا اللي شافت الأهل، يعني قررت أنه أنزل. أنا ساكن في أنقرة، بشتغل في شركة موبايلات، حبيت أنه أنزل، يعني عندي موضوع خطبي وزواج وشوفت أهلي وأقربائي بإذن الله إن شاء الله، يعني الحمد لله عبرنا، ولكن بعض صعوبات كثير كبيرة واجهناها على الطريق. 45 يوماً هي الفترة التي يتعين على اللاجئين الذهاب فيها إلى سوريا والعودة إلى تركيا، وإلا فسوف يواجهون إجراءات لإعادة طلب الدخول كوافدين جدد. ومنذ بداية الأزمة في عام 2011، فإن قضية اللاجئين السوريين تعد ورقة رابحة بامتياز للجانب التركي، يضغط بها على الشعوب وعلى الدول في أوروبا من أجل استثمار هذه الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب كبرى لنظام أردوغان.